الرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجمعنا لقاء آخر. كنت أتدارس مع نفسي عن ماذا أقول، وكان الاختيار موضوع تناسق الجسد. كان الشاعر العربي القديم يقول: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأطياف الحمى بانو، وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى، سم الخياط مع الأحباب ميدان. يجمعنا هذا اللقاء الطيب لنتكلم اليوم عن جمال الجسد الإنساني. وأنا أعتقد أنه أحد توصيفات كلمة الجمال هي التناسق. يعني إيه تناسق باللغة البسيطة؟ تناسق باللغة البسيطة يعني إنسان ذكر كان أو أنثى، جسمه ما فيهوش جزء مختلف في تكوينه، في شكله، في حجمه، في انسيابيته عن جزء آخر. دائما وأبدا الجمال ارتباطه أكثر بالمرأة مش بالرجل. ولذلك احنا بنلاحظ في الفترة الأخيرة انه تنسيق القوام كلمة شهيرة جدا جدا في كل الإعلانات المكتوبة والمرئية. فعايزين نفهم يعني ايه تنسيق القوام بمعناه العلمي، بمعناه في جراحات التجميل. لو قسمنا البشر الى رأس وعنق، صدر وبطن كقطعة واحدة، اطراف، يبقى كل واحدة من دول مفترض انها تكون متناسقة مع الاخرى. علشان يبقى في تناسق يبقى لازم ندرك حاجة لطيفة قوي. أفضل أنواع التناسق التناسق الناتج عن صفة الخلق. يعني تبقى عارف كويس قوي إنه إذا حافظنا على برامجنا الغذائية يبقى إحنا متناسقين، إذا حافظنا على برامجنا الرياضية يبقى إحنا متناسقين. الكيان البشري معمول من هيكل عظمي مغطى بمجموعة من العضلات مرتبة جدا، وفوق العضلات موجود طبقة ليفية بتصنع شكل رائع جدا لجسد البشر. فوق الطبقة الليفية طبقة الدهون التي إما أن تصلح وإما أن تفسد. طبقة الدهون دي هي الطبقة اللي لو حفظت، لو بقيت على صورتها يفضل الجسد البشري شكله جميل، وإن اختلت اختل التناسق اللي موجود في جسد البشر. ثم يغطيها الجلد البشري بأنواعه وأشكاله وصفاته وألوانه، الطيب منها والرديء. الجلد البشري أنواع، في جلد بشري رائع جدا يطلق عليه الطب إنه تونيك. تونيك ده يعني جلد مطاطيته عالية، جلد لا يترهل، جلد بعض السيدات تالت مرة واثنين وتلاتة ويتندلها في الشارع أما حد ما يعرفهاش يقول لها يا أنسة، لأنه تهالك الجلد بالنسبة لها صعب جدا. طيب نحافظ إزاي على فكرة إنه نظل في تناسق؟ تعالوا نقول إنه الوزن البشري هو الفارق بين ما نأكل وما نحرق. الناس بتاكل كمية من الأكل وبتحرق كمية من الطاقة. كتير قوي بسمع من سيدات يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا بنتخن على المية. عايزين يقولوا إنه أقل أكل بيأكلوه بيتخنهم. حقيقة الكلام ده صحيح من الناحية الحوارية، لكن من الناحية العلمية لا.
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لو واحدة بتاكل في اليوم وجبة واحدة لكن طاقة الحرق عندها، النشاط، الرياضة، الحاجات دي نص الوجبة، يبقى بتجمع نص وجبة. علشان كده الرياضة كانت أصل من الأصول. الرياضة بتحسن ضربات القلب، بتحسن الجهاز العضلي، بتحسن شرايين الجسم، بتحسن فكرة ترسيب الدهون في الشرايين. من الآخر كده الرياضة هي نوع من أنواع التنفيس عن الجسد. بيعمل رياضة وبيعرق، بيعمل رياضة وبتنفس بسرعة أعلى، بيعمل رياضة وبيعرض أنسجة الجسم لجرعة أعلى من الأكسجين الطبيعي وهكذا. فأنت بالنسبة لك الرياضة هي برنامج رائع. هناخد النهاردة جانب من جوانب تنسيق القوام. معانا اتصال محمد اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا والدي اخر مره قيصري فحصلت ترهلات جامده يعني في بطني، فانا لو عملت عمليه شفط او شفط دهون يعني او حاجات زي كده، فبعد كده ينفع اخلف تاني ولا؟ دي اول ولاده؟ انقطع الاتصال. طيب هو واضح انه من نهايه السؤال انه ولاده سيعقبها حمل وولاده اخرى. ترهل البطن بعد الولاده قصه شهيره جدا، وعلشان نفهمها نقول ثلاث جمل. نقول جلد، دهون، عضلات. الشهير في القصة دي ضعف العضلات. عضلة البطن لما تنتفخ أو تضعف بالحمل بيحصل إنها تبقى عضلتين البطن، البطن في النص فيه عضلتين واقفين بالطول كده، فمع الحمل يبدأ العضلتين يتباعدوا قليلا ويتمددوا. لو بعد الولادة اتعمل برامج رياضية صحيحة العضلتين بيرجعوا أقرب ما يمكن إلى الصورة الأصلية. لكن في بعض السيدات حاجتين خطيرين جدا بيحصلوا. الجملة الشهيرة كلي يا بنتي لأن انت والدة ونفسة فلازم تاكلي كتير عشان ترضعي، فتاخد أكل مضاعف لاحتياجاتها فيترسب في صورة الدهون فتتخن. اتنين، إنه البعض يقول لها لأ ده انت والدة وعاملة عملية قيصرية واللي زيك ما يعملش تمرينات، فيزيد ضعف عضلة جدار البطن. لكن ينفع إنه نعمل عملية إصلاح لجدار البطن سواء بشفط دهون أو بشد بطن ينفع، ونحمل بعدها أيوة، بس لنا هنا وقفة. بمعنى أنه لو أنا قلت أن أنا هعمل شد بطن وهحمل تاني، طيب ما هي هتترهل تاني. ولذلك دائما وأبدا من الحكمة نقول أنه شد البطن التقليدي اللي هنعمله عشان نصلح بيه جدار بطن كامل نعمله بعد ما نكون مش توقفنا عن الإنجاب، لكن على أقل تقدير عندنا حيز من السنوات نستفيد بيه من شد جدار البطن. يعني ما ينفعش واحدة أعمل لها شد جدار بطن وبعدين بعد 3-4 شهور تحمل وبعد 9 شهور من الحمل تلد ويبقى اللي احنا عملناه راح فين، حمل وولادة ضيعوه. لكن ساعات، ودي في حالات قليلة الحقيقة، لكن أحيانا بيقابلني وبيقابل الأطباء زملائنا انه واحدة تحمل والحمل يبهدل بطنها قوي ويصبح شكل جدار البطن في الحقيقة غير مقبول لها كزوجة. لا انا بقول للسيدات دول ايوة جدار البطن ده يتصلح، ولما يحصل حمل تاني يتصلح، ولما يحصل حمل تالت يتصلح، لانه شكله وحجم التغير اللي طرأ عليه بيبقى غير مقبول. شد البطن او شفط الدهون او تنسيق القوام باي شكل من اشكاله لا يعوق تحت اي مسمى فكرة انه تحمل مرة تانية وتلد. هي الفكرة بنتناقش فيها انه نستفيد بشد البطن بدلا من ان احنا نعمله ويحصل وراه حمل ونبقى خسرناه. نعود الى ما كنا نتكلم فيه، تنسيق القوام وفكرة شفط الدهون. هنحاول النهاردة نركز شوية على قصة شفط الدهون. شفط الدهون ده قصته قصة ظريفة قوي. قصته ما بدأتش بالشفط الدهون اللي احنا نعرفه، اللي هو النهاردة قصة شفط الدهون البسيطة العملية اللي أصبحت حاجة صغيرة. زمان مما يقترب من 40 سنة أو زيادة كان شفط الدهون ده بيتعمل بطريقة حادة،
معانا ام ساره من الشرقيه، اتفضلي. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا دكتور، انا جسمي بالنسبه لجسمي مليان يعني شويه. تمام. فهو نفسي اخس يعني، بس عندي عرق في بطني. بسيط. سن حضرتك كام سنه؟ سن حضرتك 30. 30. طولك ووزنك؟ طولي 105 وكام يا فندم؟ 135. يا ريت لو حضرتك توطي التلفزيون عشان اعرف اسمعك. ماشي، انا وطيت التلفزيون. طولك كام بقى حضرتك؟ انقطع الاتصال. اعتقد كانت تقول 135. وجود فتق في جدار البطن احد الاسباب الجيده لاجراء جراحه اصلاح جدار البطن اللي احنا بنقول عليها ضمنيا شد بطن. العيانه اللي عندها وزن زائد في منطقه البطن، اللي عندها ترهل في منطقه البطن ناتج عن حمل، اللي عندها فتق سري او غير سري او جار سري يعني، دول بيبقوا من الحالات الافضل. هناك ميزه رائعه جدا في هذا النوع من العمليات. الجراحات التقليدية في الفتح هتعمل جرح في البطن من قدام، الجراحات التجميلية هتعمل جرح في مكان القيصري، هتصلح منه الفتح، هتركب شبكة، هنقفل البطن ونشيل الجلد الزائد بعد إصلاح العضلات وإصلاح الفتق ووضع الشبكة. لكن الكلام ده بيحتاج إلى متخصص، يعني دايما الكلام يحتاج إلى أهله. اللي هيعمل عملية يعملها عند الدكتور اللي بعملها. الكلام ده الحقيقة بقوله لأنه كتير قوي بنلقى ما يمكن وصفه بسوء التقدير. يعني حد يقرر يعمل عملية هو مش محترف. معانا الأخت عبير من أسيوط، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا مليانة شوية بس مش لدرجة يعني. وتابعت مع دكتور في القاهرة وخسيت نزل وزني لغاية 75. تمام. أنا طولي تقريبا 161. عظيم. بس مشكلتي في بطني، كل اللي يشوفني يقول لي أنت حامل. أستاذة عبير، حضرتك سنك كام سنة وحالتك الاجتماعية إيه؟ عندي 34 سنة، متجوزة ومعايا طفلين ووالدهم قيصري. تمام. الوصف اللي بتوصفيه ده ظهر بعد الحمل والولادة. بعد حمل والولادة. لو قلنا انه لما حضرتك بتقفي بيبقى البطن من منطقة ما تحت السرة اكتر. أيوة، واضح طبعا. انها منتفخة كأنه حمل. صح. ايوه تمام. استاذ عبير هجاوب حضرتك حالا. شكرا. عفوا يا فندم. ناخد الاخت منا من الجيزة ثم نجيب على الاخت عبير بعدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور، أنا كنت عايزة بس أكلم حضرتك. أنا عملت دايت كتير وبصراحة ما كانش بيجيب معايا نتيجة. تمام. وقبل ما تزوج كان وزني 90 وطولي 160. تمام. وحاليا وصلت 120 وزني وطولي 160. تمام. فأنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة. أنا يعني أنا في أزمة نفسية كبيرة جدا ومش عارفة، كل ما أعمل دايت أخس من 5 ل 10 كيلو وارجع ازيدهم اضعاف، يعني بدل ما ازيد ال 5 كيلو او 10 كيلو بزيد مثلا 20 او 15. في اولاد استاذه منا؟ لا، وللاسف كمان ما انجبتش، يعني بقى لي 3 سنين وما انجبتش. وانا يعني صراحه ناس كتيره بيقولوا لي ممكن يكون من الوزن الزياده. تمام تمام تمام. بس انا مش قادره اوصل لحل، يعني مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر، فيا ريت حضرتك تفيدني. هجاوب حضرتك. حاضر. شكرا. العفو يا فندم. هناخد الجمله الاولى او المتصله الاولى، الاستاذه عبير اللي قالت على البطن وشعورها او رؤيه الاخرين لما بيشوفوها كانها حامل وهي ليست بحامل. بصي يا استاذه عبير، حضرتك بتوصفي تماما ما كنا نتكلم فيه. احنا كنا بنقول انه البطن بتضعف، عضلات البطن بتضعف، الجلد سنه بيترهل، شوية دهون بيتكونوا تحت جدار البطن. أستاذ عبير، إذا لم يكن في خطتك إنك تخليه في خلال 3-4 سنين يبقى تعملي شد بطن.
شد البطن عملية تقليدية تتعمل من جرح مكان القيصري لكن على واسع، ودايما اقول العينين على واسع ليه؟ لانه ما ينفعش اصلح البطن من النص واسيب في الجنب قطعتين نازلين، ما ينفعش، لازم اصلح جدار البطن كله. يبقى هيتعمل عملية اصلاح جدار بطن اللي هي شد بطن من جرح زي جرح القيصري لكن على واسع. هيتعمل في العملية دي اصلاح لعضلات جدار البطن، احيانا نحتاج تركيب شبكة واحيانا لا، ده مرتبط ب قوة وضعف عضلات البطن ووجود أو عدم وجود فتق أو أكتر في جدار البطن. الجلد الزائد والدهون الزائدة بتتشال والجرح بيتقفل. وفي كلمة شهيرة جدا عن السرة، يقولوا دايما عمل سرة جديدة، ما فيش حاجة اسمها عمل سرة جديدة، هو حرك مكان السرة. يعني جدار السرة بتفضل في مكانها ملتصقة بجدار البطن، لكن جدار البطن الجلد بيتحرك فبننقل مكان السرة في مكانها الجديد. ودي عملية أرى أنها عملية تقليدية جدا، وقت العملية بيتراوح ما بين ساعة ونص إلى ساعتين غير التخدير طبعا، يعني حوالي نص ساعة. والعيانة بتظل في المستشفى حوالي يوم واحد 12 ساعة بعد العملية، بنطمن عليها، بتاكل وتشرب بعد 3 ساعات وبتقوم تروح. ودائما وأبدا أنصح المرضى اللي هيعملوا شد بطن يلبسوا كرسي. الأخت نورة من الجيزة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا لسه متزوجه بقالي سنه وحملت وولدت دلوقتي بقالي تقريبا 3 شهور. تمام. بس عندي بطني، طبعا انا ولدت قيصري. تمام. بطني عالي قوي ومش عارفه اعمل ايه مع الوزن الزياده طبعا. يعني والده بقالك قد ايه استاذه نوره؟ الاستاذه نوره قالت انها والده من حوالي 3 شهور. طيب عشان نمشي بترتيب، الأستاذة منى اللي اتكلمت قبل أستاذة نورة، وعايز اتكلم مع الأستاذة منى في موضوعين مهمين، نقول انهم 3 مش 2. نمرة 1، أستاذة منى من فضلك لازم تعملي برنامج غذائي قوي يعتمد على إرادة قوية منك. 2، هتقولي لي حاولت، لا معلش خد الكلام بثقة المرة دي. 2، حضرتك لازم تعملي برنامج رياضي صحيح، يعني لازم تروحي جيم، تروحي نادي قريب، تروحي تشتري اي جهاز من اجهزه الرياضه اللي بتعمل وتعملي عليه رياضه حقيقيه. في جمله حضرتك قلتيها مهمه، وهي انه ربنا جل وعلا لسه لم ياذن بانك ترزقي باولاد. احد اسباب تاخر الانجاب السمنه، لن افتي في هذه الكلمه لانها ليست لب تخصصي، لكن اساتذتنا بتوع النساء والولاده دائما يقولوا انه أحد طرق علاج تأخر الإنجاب اللي بيترتب مع مجموعة حاجات منها تكيسات المبيض بيبقى السمنة. معانا اتصال. أم نشوى من اسكندرية، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك عن موضوع البطن عشان عندي أنا المشكلة دي. إيه في البطن يا فندم؟ كنت والدة قيصرية وعندي حجم البطن كبير جدا، ولدت قيصرية مرتين. تمام. وانا مش عارفه يعني، لان زياده عن حجم جسمي اصلا. تمام. انا مش عارفه احل المشكله دي، اعملها اعمل العمليه ولا اعمل، لان عملت قبل كده رجيم وبرده جسمي ينزل وبطني زي ما هي. استاذه ام نشوى، في نيتك انجاب قريب؟ عندك فكره انها هتخلفي تاني قريب؟ لا الحمد لله ان شاء الله. ربنا يكرمنا. طيب. ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم ذريه صالحه. بالمختصر كلمه فصل، انت قلتي انك حاسه ان بطنك مش متناسقه مع جسمك، من فضلك اعملي عمليه كده بدون اي بدون اختيارات. ليه بقول الجمله دي؟ ولاده قيصري مره واثنين، حمل مره واثنين واكثر، بطن ضعيفه مش متناسقه مع جسم، يبقى معناها ان هذا الجسد ليست مشكلته مشكلة سمنة، لكن مشكلته مشكلة ضعف عضلات بطن عايزة تتصلح وتتشد وتعود مرة اخرى الى صورتها الاولى زي صورة حضرتك قبل ما تتزوجي. لكن زي ما بقول كده، الفكرة دي بتبقى مرتبطة بانه بلاش في الزمن القريب يحصل حمل عشان ما نخسرش جمال وشياكة العملية وتكاليفها. ايوه افندم. ايوه مع حضرتك. بس لازم حضرتك تعملي عمليه شد بطن. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير يا فندم. نرجع للاستاذ، ناخد ام زياد
من اكتوبر. ام زياد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا والده مرض 3 مرات وعندي بطن كبيره، عندي كرش يعني. تمام. بطن كبيره، انقطع الاتصال. طيب لو كانت القصة لأم زياد بطن كبيرة نقطة وخلص الكلام يبقى شد بطن. لو كانت بطن كبيرة وزيادة في الوزن ونوع من أنواع السمنة العامة يبقى لنا كلام آخر. إذا كانت القصة قصة بطن بس يبقى احنا بنتكلم في شد بطن بس. إذا كنا بنتكلم في إنه البطن زادت لكن مع المغات والفراخ وانت نفسة يا بنتي وكلي واشربي وقوتي نفسك وانت بترضعي، الكلام الجميل الكبير اللي بينتهي ب 30-40 كيلو زيادة، يبقى نحن أمام برنامج آخر يبدأ بنقصان الوزن، الوزن ثم يعقبه تقييم. إذا الوزن نقص وفضلت البطن زايدة يبقى البطن هي محور الكلام، ساعتها نقول شد بطن. نعود مرة أخرى إلى الأستاذة نورة اللي والدة من 3 شهور ومتزوجة من سنة وعندها وزن زائد. يا أستاذة نورة، أنت في مقدمة القصة، أنت في بداية الكلام، ده أول حمل فما ينفعش أقول لك شد بطن، وأنت والدة بقالك 3 شهور يبقى معناها أنك في موجة المغات. في موجة المغات لأ، خلي بالك تسمعيش قوي الكلام اللي بيبالغ في كم الاكل والشرب والحاجات الحلوه والحاجات البروتين، الكلام الجامد قوي ده هيزود الوزن. من فضلك يا مدام نوره، 1 نظبط اكلنا، 2 نعمل رياضه جيده، 3 نتابع تمرينات البطن مهمه قوي علشان البطن تتصلح، الرجيم مهم قوي عشان الوزن ما يزيدش. لو معانا الأخت إيمان من القليوبية، فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولدت مرة واحدة بس، بس كان توأم. تمام. فبطني كبرت بطريقة بشعة قوي يعني. تمام. وبعد كده عايزة أنزلها بقى، فأنا مش عارفة أعمل إيه. كمان أنا ناوية على يعني أجيب مولود قريب يعني، فأنا مش عارفة الرياضة تنفع معايا ولا لازم برضه شد البطن ولا إيه بالظبط؟ لا 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 لا، أوعي إيه تعملي شد بطن. انت قلت جملتين ظرف. الجملة الاولى ان ده انجاب، اول انجاب لحضرتك. الجملة التانية انه انت ناوية تخلفي قريب، يبقى شد البطن لا قيمة له. مطلوب من حضرتك انه شوية برامج رياضية يتعملوا ونتجنب زيادة الوزن بانه الاكل بتاعنا يبقى ما يمكن ان نقول اكل متناسق، يعني كمية السكريات والدهون فيه محدودة، السوائل فيه كتيرة. وبعدين بعد ما تلد ان شاء الله رب العالمين الولاده الثانيه، ساعتها نتناقش هل هنأخر الانجاب فيما بعدها شويه. لو كنا هنأخر الانجاب ساعتها هنقول ايوه نعمل شد بطن، لكن انا ما انصحش خالص تماما حد بعد انجاب واحد وبعد وهناك فرصه انجاب قريبه انه يعمل عمليه شد بطن. انت بتقول انه انا بصلح شكل بطني لمدة 2 شهر وبعدين، دي عملية ويعني الفايدة الحقيقية منها هتقعد 2 شهر في عملية مش صغيرة، يعني ما هياش مش كيس دهني بنشيله، لا دي عملية وشوية وجع ونومة وكرسي وراحة وأدوية. الكلام ده مهم قوي انه نستفيد بيه لفترة طويلة قوي. نعود مرة اخرى الى ما كنا قد بدأناه، التنسيق باستخدام شفط الدهون. يبدو أننا لن نعود. معنا الأخت شيرين من المنوفية. أخت شيرين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. أسمحك وط التلفزيون من فضلك. لو سمحت ممكن أسأل تكاليف عملية شد البطن تتراوح من كام لكام؟ على الهوا. تقدر حضرتك تسأليني بعد الحلقة عبر تليفوني على من تخدمي من الكنترول حضرتك. سؤال صعب، تكلف قد ايه عملية شد البطن؟ طبعا الكلام ده الحقيقة عشان ما نبقاش بنصعب على الناس الكلام او بنحد جراحات التجميل عند طبقة واحدة، جراحات التجميل اسعارها ما هياش اسعار مبالغ فيها زي ما البعض بيتخيل، بالاضافة الى انه مستشفياتنا الجامعية
في كل مستشفى جامعي في قسم جراحات تجميل الذين لا يستطيعون دفع الأجر في الحالات أو المستشفيات الخاصة يقدروا يتوجهوا إلى أقرب مستشفى جامعي موجود جنبهم ويروح يسأل على اسم التجميل. وأنا أعلم أن كل أساتذة التجميل الزملاء في كل جامعات مصر بيستقبلوا الحالات وبيعملهم بنفس الكفاءة بنفس الاحترام بنفس التقييم اللي بيعملوا بيه خارج الجامعة. الضمير البشري واحد، ما هيشتغلش في الجامعة بمستوى أقل وخارج الجامعة بالفلوس بمستوى أعلى، واللي يعمل كده ما ينفعش يبقى دكتور أيا ما يكون هو مين. نعود إلى قصة التناسق باستخدام شفط الدهون. شفط الدهون كان زمان عملية دموية، بيدخلوا بحاجة شبه المشرط كده طويلة، يقعدوا يقطعوا الدهون، تخرخر شوية دم ويشيلوها، وكان شغل محدود. بعد شوية قالوا لا احنا هنعدل القصة ونحط المشرط ده على حديدة طويلة قوي ونقطع بيه اللي بعيد شوية، وبعدين صعدوا الأمور شوية وقالوا احنا نعمل ده ونخلي الأنبوبة دي مفرغة ونركب عليها شفاط، وبعدين بعد شوية غيروا البرنامج خالص وخلوا حاجة اسمها كانيولات شفط الدهون ما فيهاش مشرط. معانا تليفون من أسوان، أم مصطفى، انقطع الاتصال. وبعدين بقت أنابيب رفيعة بتتوصل على جهاز شفط، والأنابيب دي فيها فتحات في آخر الأنبوبة اللي هي الكانيولا بتاعة الشفط. وبعدين جددوا الأمور وبقى بنحقن سوائل عشان نشفط الدهون خالية من الدم. وبعدين ارتقت الدنيا شوية وطلع شفط الدهون باستخدام الموجات الصوتية، وبعدين بعد شوية لغينا الموجات الصوتية ورجعنا للطرق التقليدية. وبعدين طلعوا جهاز تاني قالوا لا احنا هنشفط باستخدام حركة الكانيولا، يعني الكانيولا اللي بنشفط فيها فيها حركة في طرفها هيخلينا يدوب الدهون ونشفطها. وبعدين عطلوه شوية وبعدين طلعوا موجة جديدة اللي هي شفط الدهون باستخدام الليزر، وكمان كان سنتين ثلاثة هتتلغي. هو ايه الكلام ده؟ هو كده العلم لا يفتقر إلى فكرة التكسب الاقتصادي. الشركات اللي بتصنع الأجهزة بتجيب علماء يعملوا أبحاث ويتكلفهم ويصرفوا فلوس، وبعدين الفلوس دي لازم تتجمع تاني، تتجمع من العالم الثالث من العالم الرابع من العالم الأول، المهم بتتجمع، وبعدين يعطلوا هذا التكنولوجي ويصنعوا تكنولوجي تاني. لكن في بعض الأحيان هذا التكنولوجي بيلام فيما بعد، يعني يبدأ الناس تقول لك لا ده احنا اكتشفنا انه استخدام شفط الدهون بالموجات الصوتية لا ده ممكن يعمل أثار على الجلد نتيجة ان الكانيولا اللي بتطلع ذبذبات بتأثر. ويبقى دائما وأبدا انه شفط الدهون عملية مرتبطة بكفاءة يد الجراح ليس بكفاءة الجهاز. دائما عملية شفط الدهون هي عملية نحت، عملية نحت الجراح بيقول المكان ده يتنحت بالشكل الفلاني، ولذلك يظل شفط الدهون المعتمد على كفاءة الجراح هو الأسمى. ساعات ناس تقول مش معقول، أمال فين التكنولوجيا؟ بالمناسبة تكنولوجيا شفط الدهون تكنولوجيا مش مرتبطة بالريشيبينج. معانا الأخت رشا من اسكندرية، من فضل حضرتك استاذه رشا يا ريت لو نوطي التلفزيون. ماشي حاضر اتفضلي. السؤال بتاعي انا عندي 32 سنه. كام يا فندم؟ عندي 32 سنه. تمام. جبت توأم ومش عامله خلفيه. دلوقتي انا عايزه اخصص بطني، انا طولي 168 ووزني 60 كيلو. وزنك 68 بقل عن كده. 68 ايوه. اين المشكله؟ هي بطني طالعه بس زياده شويه، هي كتير بس مضايقاني. طيب سيده العظيمه الكلام ده كلام، هقول جملتين. الجمله الاولى انك قلتي خلفت توأم ومش ناويه اخلف تاني. ايوه. انا مش مقتنع، انا مواطن مش مقتنع، مش دكتور مش مقتنع. يعني عايز اقول لك الجمله دي فكري فيها واحذري الافكار اللي هي تقول لك اعملي ربط انابيب، اعملي وسائل تدميريه للانجاب. لا من فضلك فكري. اتنين دي جمله. لا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على البطن عندك. معلش معلش قصدي هيخص الاطفال.
طيب الجمله الثانيه وهي انه وزنك 68 وطولك 168 وزنك متناسق مع جسمك الا انه البطن فيها شكل واضح مضايقك. ايوه. اذا كان مفيش فرصه انجاب في السنوات القليله القادمه من فضل حضرتك اعملي شد بطن. تقولي لي يا دكتور هو انت ما شفتنيش؟ الفتوى اللي على الهوا دي مش كبيره شويه؟ لا لا القصه مش كده. القصه اذا كانت الوزن والجسم متناسقين ومنطقة واحدة اللي هي البطن بعد ولادة وولادة التوأم شكلها مش مظبوط، ليس هناك حلول غير شد البطن لسبب وجيه جدا، ألا وهو أن ضعف عضلات البطن أكبر بكتير جدا من كل رياضة ممكن تتعمل، وأنه حجم الترهل اللي موجود في الجلد إذا كان موجود ترهل عنيف أقوى من أنه يتصلح بأي حاجة زي الميزوثيرابي أو زي جلسات الموجات الصوتية. إذن إحنا قدامنا ما يمكن أن نطلق عليه لا تناسق موضعي، يعني الجسم كله متناسق إلا حتة واحدة، فيكون الإصلاح في الحتة دي مباشرة. لو كانت الحتة دي مثلا الأرداف نقول شفط دهون، لو كانت الحتة دي بطن نقول شد بطن، لو كانت الحتة دي ثدي نقول أحد جراحات إصلاح الثدي. معانا اتصال من أم عمرو من اسكندرية. انقطع الاتصال بأم عمرو. طيب ثم تحول آخر جملة كنا بنقولها أنه شفط الدهون مش مرتبط بتكنولوجي. شفط الدهون زيه بالظبط زي الجماعة اللي بيعملوا بينحتوا تماثيل، الجماعة المثالين. عمرنا ما سمعنا عن فكرة نحت باستخدام جهاز. هذا نوع من الإبداع. شفط الدهون ده ما هواش عشان أخسس وزن، شفط الدهون عشان أصلح شكل بناء. ده مرتبط بأنه اللي بيشتغل الدكتور مدرك للمعنى الجمالي، زائد أنه يعلم القيمة أو المعرفة العلمية الطبية الكافية أن نقول المكان ده يتصلح بالطريقة دي مش بالجهاز ده. جراحة التجميل دائما وأبدا، جراحة التجميل دائما وأبدا هي جراحة أنا بعتقد أنها جراحة سامية. ليه؟ لأنه هي مش بترتبط بفكرة مرض تقليدي أنا بعالجه، لكن أنا بوزن كويس قوي الشخص ومشكلته وطرق علاجها وأفضل طريقة علاج للشخص ده. مش كل شخص يطلب إجراء جراحة ينفع تتعمله. لازم نبقى عارفين انك ممكن دكتورك جراحك يقول لك لا مش هنعمل عمليه. ساعات كتير عيان يجي يقول لي او عيانه تيجي تقول انا عايز اصغر مناخيري، فيبقى ردي غريب جدا بالنسبه لها، واقول لها لا احنا عايزين نكبر خدودك. الازمه ما كانتش في مناخيرك، خدودك فلات قوي فمش باينه، فمبينه مناخيرك. فتقوم ترد وتقول لي اه صحيح ده انا لما بخس مناخيري بتبان اكتر. الجمال هو التناسق في الوجه، في الجسد، في الأيدي، في الأطراف، أي ما يكن. عندما يصبح الجسد البشري متناسق مع بعضه البعض يصبح الشخص جميل في عين من يحب ومن لا يحب. صحيح كانوا بيقولوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. إلا أنه في النهاية إذا حافظ المرء على شكل جسده مظبوط. معانا الأخ عبد اللطيف من دمياط. ازيك يا دكتور عبد الناصر، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. انا بحبك في الله والله، انا كنت عند حضرتك في العياده في دمياط ومن اشد الناس بيك حبا والله لله. احبك الذي احببتنا فيه. انا فيش استفسار والله، انا مش شفت حضرتك في على الشاشه قدامي، حبيت ان انا اسمعك واسلم عليك. اكرمك الله اكرمك الله، انت من الناس المحترمه جدا. ربنا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون. انا لاني اصلي من دمياط ويشرفني ويسعدني ويكبرني ويجعلني من اهل القمه اني من هناك حيث اهلي واحبتي وناسي، وحتى يجمعني بكم لقاء آخر لكم شكري وحبي وامتناني، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى. مركز عابد للعظام، أول مركز متخصص في جراحة العظام.